السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الوزير الأول الموريتاني يدعو إلى إحياء المؤسسة الوقفية وجعلها إحدى روافد الخطط التنموية من أجل تحقيق نهضة شاملة في البلاد. وزير النفط والطاقة والمعادن يقول إن شركة سنين مطالبة بوضع رؤية واضحة للتقليل من حجم الخسائر جراء الأزمة التي تعاني منها. والأحمد الوقف يقول إن تحقيق الاقتصاد الموريتاني آفاقا واعدة مرهون بتحرير الطاقات وتحقيق استقرار سياسي في البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. دعا الوزير الأول الموريتاني يحيى والحد أمين إلى إحياء المؤسسة الوقفية وجعلها رافدا من روافد الخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق نهضة شاملة. جاءت دعوة والحد أمين خلال افتتاحه ندوة بنواكشوط حول الوقف وأثاره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ورابطة العلماء الموريتانيين. نتابع تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي. الوزير الأول الموريتاني يحيى والحد أمين يدعو إلى إحياء المؤسسة الوقفية وجعلها إحدى روافد الخطط التنموية من أجل الإسهام في تحقيق تنمية شاملة بالبلاد. وقال والحد أمين إن العالم أضحى يلجأ إلى أدوات الاقتصاد الإسلامية بعد أن ثبت قصور الأدوات الحديثة وعجزها عن مواجهة الأزمات التي تسببت في انهيار بعض الاقتصاديات العالمية. نحيي المؤسسة الوقفية ونجعل منها رافدا أساسيا من روافد خططنا التنموية الهادفة إلى تحقيق نهضة شاملة تعود بالنفع على جميع أفراد شعبنا. وقد رأينا العالم من حولنا يلجأ مكرها في كثير من الأحيان إلى أدوات الاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبيقا. وغير بعيد عن ذلك، دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد والله الداود دعا الفاعلين في المجتمع إلى الاهتمام بثقافة الوقف، مشيدا بدوره في زرع روح التكافل ودعم الوحدة الوطنية ومحاربة الفقر والتهميش. إنه لمن دواء الغبطة والسرور أن تشرفوا معنا اليوم يا سيادة الوزير الأول على افتتاح هذه الندوة المتعلقة بالوقف الإسلامي التي أغتنم مناسبتها الآن لدعوة جميع الفاعلين في المجتمع إلى العناية بالوقف لما له من أهمية قصوى في حياة الأمة ولدوره البارز في زرع روح التكافل والتعاضد وبث المحبة بين صفوف المواطنين. دعوات ترددت كذلك على ألسنة عدد من الفقهاء المشاركين في هذه الندوة، واعتبر هؤلاء أن إحياء مفهوم الوقف وتطبيقه من شأنه الإسهام في تعزيز إطار موريتانيا الاستراتيجية لمحاربة الفقر والنهوض بالوضع الاجتماعي في البلاد. قال وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد سالم وللبشير إن شركة سنيم مطالبة بوضع رؤية ومخطط واضحين من أجل التقليل من حجم الخسارات جراء الأزمة التي تعاني منها. وأكد وللبشير خلال مثوله أمام نواب الجمعية الوطنية أن الدولة ستكون إلى جانب سنيم وستمنحها الدعم اللازم في سبيل تجاوز الأزمة التي تعاني منها. الوضعية صعبة وصعبة على جميع المناجم اللي نقبل منهم ياسر، وذكر حدهم لي كابيتاليزاسيون بورسيير دي بي اتش بي بيلتون اللي تخصت ب 40% وغلينكور اللي فقدت شمايه وهم الاموال في البورصه. هذه ازمه عالميه، واللي مطلوب اليوم شنو؟ المطلوب اعلن سنين تعود عنها رؤيه واضحه ومخطط واضح ياكنها تقد تجابه هذه الازمه بقل خسارات ممكنه على الناحيه الاجتماعيه او الاقتصاديه. وعلى كل حال ما يلا يراودكم شك على ان الدوله
على انها ستكون بجانب السنين والدور تعطيها الدعم اللازم الين توخر هذه الفتره اللي ان سيكل سون دي سيكل يجوا ويمشوا. ومن قد تم نعد الين تعرفوا على ياسر من المشاريع وعدل الهدف منه هو ياك من السنين تقد تنفذ برنامجها. قال النائب البرلماني القاسم البلال إن أدرب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم لم ينتهي بعد وإن معنويات العمال منهارة. وانتقد البلال خلال مسألة تقدم بها لوزير النفط والطاقة والمعادن الآلية التي اتخذتها السلطات الموريتانية من أجل إنهاء إضراب عمال سنيم. وراوالكم لإضراب قضيتها التوفات ومعنويات العمال وباء وراه واركم ملي لا سوتريتانس اللي عدلتو انتوما وعدل وزير العمل اللي مشيتو عن الالتيج وسوتريتوه لمير دي زوارات يا كانوا يريكيبيري سا بوبيلاريتي كي الابردين المنصه العمال وهددهم وقال للرئيس هون وقال لكم انتوما على الاضراب لا يخسر ولا قد يخسروا وعدتو تعطوه لا سوليسيون اللي عقبت سوليسيون كيبوات جبرها با يحيى وجبرها بل وبعدين بتطو به اللي يا الله ينجبر لا ذاك اللي جابر المدير العام والعمده اللي مفسدين ولا هي يكذبوا على الرئيس ولا يقولوا لهم هم اللي صالحوا هاي اللي ذا. بالا راهم صاع شهر الماضي بوجا ريبت وراهم فات صاع من الميرية بريمي ادجوان صاعوا الى ماء بور سا بوليتيس سا بون كوندويت سي كومبيتانس اي سي نوت دانجينيور في ليكول اللي انتم يلا تعودوا وزابريسيه سي المينيستر. قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل لطيب إن قطاع النفط والمعادن شهد تطورا في السنوات الأخيرة. وثمن لطيب الاكتشافات النفطية التي أعلن عنها خلال الأشهر الماضية في عمق المياه الإقليمية الموريتانية. النفط والمعادن أعلنوا يشهد تطور مهم في السنوات الأخيرة وانتوما قلتوه لارك في معرض ردودكم، لذلك انا مثمن الاجابه اللي قلتو واللي شي منها نعرفه واللي ما كنت نعرف واللي هو الجواب الاخير اللي قلتو في مجال الاستكشافات. انا بالنسبه لي كنت شاكنها لا بعد سنه والله سنتين، خاصه اللي يا غير مثل يقول الماء داز زعبار، وبالتالي مهم انكم رديتوا عليه. يهمني فعلا ويهم الراي العام غير ما يقول ان هذا السؤال موجه اساسا للراي العام. وكيف قلت قبي على ان احنا ذي الاغلبيه هذه الاسئله اللي موجهه لكم نتيح لكم فيها الفرصه لتنوروا الراي العام وتردوا على الشائعات اللي نختار نقول على ان هذا النظام اللي احنا داعمين ما قط نظام سياسي في البلد تعرض لحمل التشويه اكثر من اللي تعرض له النظام. قال الوزير الأول الأسبق الموريتاني يحيى والأحمد الوقف إن هناك آفاقا واعدة بالنسبة لقطاعات النفط والمعادن في موريتانيا. وأضاف أول الوقف خلال ندوة بنوكشوت أن تحقيق هذه الآفاق الواعدة مرهون بتحرير الطاقات وإعادة تأهيل المصادر البشرية في البلاد وكذا تحقيق استقرار سياسي في إطار دولة القانون. هنالك آفاق جيدة بالنسبة للبترول وهنالك كذلك آفاق جيدة بالنسبة للمعادن. بالنسبة لقطاع الصيد أيضا لديه مؤهلات للتطور لا سيما إذا أجريت سياسة حقيقية للاستثمارات على الأرض من أجل زيادة قدرته للتوظيف ومن أجل زيادة القيمة المضافة للقطاع. طبعا هنالك شروط ضروريه لنحتفظ بهذا الامل بالنسبه للافاق هو ان تحرر الطاقات اولا ان يعاد تاهيل المصادر البشريه لان المصادر البشريه هي العنصر الاساسي بالنسبه لاي عمليه. ثانيا ان تحرر القدرات اقتصاديا وسياسيا وان يتحقق استقرار سياسي يمكن من رؤية سياسية حقيقية في إطار دولة القانون.
شهد العام 2015 تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية في موريتانيا، من بينها أنشطة رسمية وأخرى نظمتها هيئات ثقافية مستقلة. وبدأ العام بتنظيم النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة، واختتم بتأجيل النسخة السادسة من المهرجان، فيما حققت موريتانيا تقدما على مستوى الجوائز الثقافية العالمية. المزيد نتابعه في التقرير التالي. العام 2015 بدأ وفي أول أسابيعه بتنظيم النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة في مدينة شنقيط التاريخية، لتكون أول مدينة تستقبل تنظيم المهرجان مرتين، ثم اختتم بإلغاء تنظيم النسخة السادسة من المهرجان التي كان مقررا تنظيمها في مدينة وادان، حيث تزامنت مع حادث الطينطان المفجع، لتتأجل إلى موعدها في ذكرى المولد النبوي القادمة في وادان. أنشطة عديدة أخرى نظمتها وزارة الثقافة خلال العام، من بينها إطلاق برنامج إحياء التراث القيمي الذي يهدف حسب وزارة الثقافة إلى تعزيز الارتباط بالقيم التراثية لدى المجتمع الموريتاني والاستفادة منها في بناء مجتمع قادر على مواجهة عولمة تغزوه وتفرض قيما جديدة بعضها مختلف. بالتوازي مع هذه الأنشطة الرسمية، نظمت العديد من الفعاليات الثقافية خلال العام المنصرم، تصدرها تنظيم النسخة العاشرة من مهرجان السينمائيين الموريتانيين في أكتوبر الماضي، والتي جرت بتمثيل العديد من الدول العربية والأجنبية، وتم خلالها عرض العديد من الأفلام السينمائية المتسابقة، وتلقى عشرات من المشاركين فيها دورات تكوينية في التصوير والمونتاج والكتابة السينمائية وغيرها. فيما ظلت الندوات الثقافية والفكرية التي تطلقها الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية تحافظ على وتيرتها واستمراريتها، وإن كانت المواضيع ذات الطابع السياسي تكاد أن تستل هذه الندوات من مسارها المعرفي والفكري إلى حقل السياسة. أزمة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين التي عرفتها الساحة الأدبية في أبريل الماضي ألقت بظلالها على المشهد الثقافي برمته بعد التصريحات المتشنجة واللجوء إلى القضاء، محدثة شروخا خلقت حالة تجاذب واستقطاب اجتماعي عميقة قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق ينهي الأزمة. أزمة لم تكن الوحيدة من نوعها خلال العام، حيث شهد العام أيضا انقساما حادا داخل اتحاد الفنانين الموريتانيين عقب انتخاباته التي نظمت منتصف العام. على مستوى الجوائز الدولية، حققت موريتانيا تأهلها نحو المرحلة الأخيرة من مسابقة أمير الشعراء، حيث واكبت مشاركة الشاعر محمد ولي دومو في المسابقة حملة شعبية مناصرة، ليتحصل في ختام المسابقة على المرتبة الثالثة، فيما فاز في المتنبكتو للمخرج السينمائي عبد الرحمن سيساغو بسبعة من جوائز سيزار الثمانية. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز عام 2015 المنصرم عاما للتعليم والتكوين في البلاد، وقد شهد العام تسريبا جزئيا لامتحانات البكالوريا، كما عرف بيع بعض المدارس في المزاد العلني وإغلاق بعض مدارس التعليم الخاصة التي قالت الوزارة إنها لا تحترم دفتر الالتزامات الذي وقعت عليه. نتابع المزيد ضمن هذا التقرير. أعلن العام 2015 المنصرم عام للتعليم في موريتانيا، وفق ما جاء في خطاب الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز بمناسبة ذكرى 54 لعيد الاستقلال. إعلان تلقفته الأوساط التعليمية والأسرة التربوية بالكثير من الأمل، وتناولته الوسائل الإعلامية ببعض التحليل والمتابعة، ووصف من طرف موالين للنظام الموريتاني بالرسالة التاريخية. يرى مراقبون أن العام المنصرم رغم إعلانه سنة للتعليم لم يشهد تحقيق الأهداف التي علقت عليه، ولم يعالج مشكلة التعليم في موريتانيا الذي يعتبر بنيويا ويتفاقم مع امتداد عمر الدولة، نظرا لما يصفه البعض بغياب استراتيجية للتعليم في البلاد منذ تأسيسها. مهتمون بالشأن التعليمي يقررون أن العام لم يشهد زيادة الفاعلية في الأداء، ولم يشهد تطويرا لنظم التدريس بوسائل عصرية، مع غياب مقاربة إصلاحية فعالة مقارنة بالتطور الكبير نسبيا للتعليم في إفريقيا والعالم الثالث. خلال العام المنصرم عبرت الحكومة عن بنائها لعدة مدارس حديثة، وهو ما اعتبرته إنجازا كبيرا، لكن المعارضين لسياساتها يرون ما حصل مؤخرا من بيع لبعض المدارس يفقد التعليم رمزيته المتمثلة في الصروح العلمية الشاهدة على جزء من التاريخ التعليمي في مسيرة البلاد.
وقد شهد عام 2015 ترددا للحكومة في بعض قراراتها المتعلقة بسياستها التعليمية، كإلغاء مسابقة اكتتاب العقدويين في وقت يحتاج فيه التعليم إلى مزيد من الطواقم التدريسية، وكذا قرار فرض الزي الموحد على الأساتذة والمعلمين الذي جاء قراره بعد انطلاق السنة التعليمية الجديدة، ما دفع البعض إلى وصف الحكومة بالمرتبكة في قراراتها بشأن التعليم. تسريبات البكالوريا كانت من بين العناوين الأبرز في خانة إخفاقات سنة التعليم وفق البعض، حيث تسربت وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أسئلة بعض مواد الامتحان في اليوم الثاني من تاريخ إجرائه، مصحوبة بأجوبتها قبل تقديمها للطلاب في فصول الامتحان، ورفضت حينها وزارة التهذيب التعليق على الموضوع لتعيد إجراء الامتحانات في بعض المواد. كما شهد العام المنصرم إضراب طلاب المركب الجامعي الجديد على خلفية ما بات يعرف بأزمة النقل، ليتطور المشهد إلى احتكاكات بين الطلبة المضربين وفرق حفظ النظام التابعة للشرطة. يمضي عام 2015 ويبقى واقع التعليم في موريتانيا بحاجة إلى مراجعة جادة من أجل إصلاحه والتغلب على مشاكله التي يرى تربويون أنها تراكمية ولم تسعفها سنة التعليم التي باتت من الماضي مع حلول العام الجديد. طلبت النقابة الحرة للمعلمين في بيان صادر عنها بضرورة الصرف العاجل والكامل لرواتب المعلمين المتأخرة، منددة بما سمته تجاهل وزارة التهذيب الوطني للمعلمين المتأخرة رواتبهم. وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن مئات المعلمين الموريتانيين الخريجين العام الماضي يعيشون ظروفا مادية وصفتها بالمأساوية. ويأتي هذا البيان على خلفية احتجاج نظمه عدد من المعلمين المتأخرة رواتبهم بمبنى وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط. ومعنا في الاستديو نجيهة محمد عبد الله عضو اللجنة الإعلامية بالنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، أهلا وسهلا. ما طبيعة مشكلة المعلمين المحتجين ولماذا الوزارة رفضت التعاطي معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا يسعني إلا نشكر قناة المرابطون التي سنحت لي بهذه الفرصة للتعبير عن ما عانى منه زملائنا المعلمين في هذه الفترة. هذه الفترة الخريجين لسنة 2015 عانوا من تأخير رواتبهم، إضافة إلى المعاناة التي عانوا منها في بداية العام الدراسي، يتم نقلهم إلى أماكن عملهم قبل قرار تأجيل الافتتاح الدراسي في الوقت اللي وجد الافتتاح الدراسي يوم وصلهم إلى أماكن عملهم، وبقوا 20 يوما قبل الافتتاح الرسمي وهم موجودين في أماكن عملهم. بالإضافة إلى ذلك تم تأخير هذه الرواتب لهذا الوقت الكبير جدا. كان أصلا من المفترض أن يتم تسديد رواتبهم في شهر أكتوبر أو نوفمبر، لماذا التأجيل إلى الشهر 12؟ لأن في الحقيقة الدولة كانت بإمكانها أن تعد لموظفيها وحتى تخرج الرواتب في وقت محدد، لكن إذا تم التأخير يتم التأخير بشكل بعد معقول وبشكل طبيعي كما كان يخرج في الدفعات السابقة، كان يتم صرف الرواتب في الشهر 12. الآن اليوم عندنا 4 في الشهر الأول من السنة المقبلة، والمعلمين الخريجين 2015 لم يتقاضوا ولا راتبا واحدا. ما سبب رفض الوزارة التعاطي معه؟ لا أعرف، يبدو أنه المعلمين لا يعرفون الوزارة لماذا تأخرت، يعني التسيب الموجود وظلم المعلمين، وكذلك في الحقيقة يعتبر المعلمين قطعا هم واصلوا ملفهم حتى هم مسطرة قانونية يلا تقوم به الوزارة، وزارة ما قامت بها قاموا بها المعلمين أنفسهم حتى من أجل توصيل ملفهم، وملفهم للآن مازال متأخر ولفات وصل لوزارة المالية لفات يأخذون من الرواتب. بالنسبة للحراك النقابي الموحد، ما موقفه مما حصل؟ طبعا نندد ما حصل ونطالب بتسديد رواتبهم فورا وفي أسرع وقت، ونطالب أن لا يتكرر هذا الخطأ مع الدفعات المقبلة إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة خطأ كبير ونندد به ونطالب الوزارة بالتدابير اللازمة من أجل تجاوز هذا الخطأ. معلمين مخرجين من 2000 من بداية العام الدراسي قد مضينا 3 أشهر من السنة الدراسية هم لم يتقاضوا الراتب، والآن كان مفترض أنهم اليوم يعودوا في أماكن عملهم، لكن الظروف المادية منعتهم من عودهم في أماكن عملهم بعد العطلة الفصلية. طبعا ما الذي ستقومون به في النقابة الحرة للمعلمين في سبيل حصول هؤلاء على حقوقهم؟ أولا أصدرنا هذا البيان كخطوة أولى للتعبير عن تنديدنا بما حصل مع هذه المعلمين، وإن شاء الله تعالى مستعدين لكل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مطالبهم، من أجل إن شاء الله تعالى توفير حقوقهم
حتى يتم ان شاء الله تعالى يكونوا في وضع يمكن ان يؤدوا المهمه المكلة لهم، وهي مهمه التعليم مهمه صعبه ومهمه للحقيقه. المعلمين لما يعودوا في ظروف ماديه ونفسيه تمكنه من ان يقوم بهذه المهمه على احسن وجه، في الحقيقه لا معنى لا يمكن ان يوجد هذا العمل بالاهميه وبالمخرجات الحقيقيه اللي نحن نسمو اليها ونصبو اليها ونحاول تحقيقها ان شاء الله تعالى، لكن لابد ان يوضع المعلم في ظروف ماديه وظروف اجتماعيه تسمح له ايضا بهذا. طيب هل من مشاكل مشتركه بين هؤلاء وغيرهم من المعلمين؟ طبعا مجموعه من المشاكل، فيها منها مشكله تاخير علاوه الطبشور، انها كانت نحن نطالب عنها تم تؤخذ مع كل شهر، لكن هي الوزاره رفضت ذلك وقالت انها لن تخرج الا مع كل فصل، ومع ذلك حتى هذا الفصل إلى الآن هي متأخرة لم تخرج، ومن العام الماضي هي تقريبا في هذا التأخر في سلسلة التأخر، وكل فترة ورا فترة تتأخر، وفي مجموعة من المشاكل كثيرة، منها مشاكل النقل، ومنها مشاكل الثانية، ومنها مشاكل البعد، ومنها ياسر المشاكل، حتى قاع البنية التربوية وحتى القاعات، الاكتظاظ الكبير جدا لمجموعة التلاميذ في الوقت اللي المدارس يتم بيعها ويتم ياسر مشي، نحن نجد الاكتظاظ، المعلم عنده 100 تلميذ يقرأه في الحقيقة ما يقدر يوصل الهدف ولا قد يوصل للغايه اللي هو يدور بها، هذا فعلا الدوله يا ريت تتحمل المسؤوليه فيه، ويا ريت فعلا توفر المعلم ظروف ماديه واقتصاديه ونفسيه قد انه يقوم بها بهاي المهمه المكلله، وهي مهمه تكوين جيل وتكوين ان شاء الله تعالى جيل رائد ويمكن ان يقوم ببناء هذه الدوله. كان نجيه من محمد عبد الله يعود اللجنه الاعلاميه بالنقابه الحره للمعلمين الموريتانيين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نظم الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني مهرجانا جماهيريا بالعاصمة نواكشوط تحت شعار القدس تنادي. جرى تنظيم المهرجان بحضور جماهيري واسع وتخللته إلقاءات شعرية وأناشيد داعمة للقضية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. مهرجان تحت شعار القدس تنادي ينظمه الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط بحضور جماهير واسعة. شخصيات إفريقية وعربية وفلسطينية حضرت المهرجان وعبرت عن تقديرها لالتفاف جماهير الموريتانية بمختلف توجهاتها السياسية حول القضايا المتعلقة بالقدس وفلسطين. وأنتم بفضل الله تلتقي الإرادة السياسية في وطنكم مع الإرادة الشعبية بالدولة والأحزاب الحاكمة والمعارضة والقوى العاملة في المجتمع المدني، كل الشعب الموريتاني مجمع على هذه القضية. هذه نعمة كبيرة ليست موجودة في كل مكان، عليكم أن تستثمروا هذا وتعززوه. المهرجان الجماهيري شهد مداخلات متعددة تناولت واجب نصرة القضية الفلسطينية والإجماع الموريتاني حولها، فيما كان للإنشاد والإلقاءات الشعرية حضورها الكبير في المهرجان. شعر يرسم بالدماء خريطة المبكى وهيكل زعمه المنهار، وتحثه للقتل للتدمير في أكناف الأقصى زمرة الأشرار، جزار قانا ما تزال خصاله رغم البعاد شمال الجزال، وحمائم السلم الحزين وفية لشمائل التنكيل بالأبرار، ولقمع شعب حطمت آماله ويسام ترك شريعة المختار. يا أمة المليار هذا ما جنت أيدي الظلوم لشعبها المحتال. تنظيم مهرجان القدس تنادي يأتي في وقت تتواصل الانتفاضة الفلسطينية الثالثة فيه، مع حملة من تصعيد شبابي ضد الاحتلال الإسرائيلي برز في استمرار الاحتجاجات طيلة أشهر في مناطق الضفة والقدس وغزة، إضافة إلى تزايد حالات الطعن التي تستهدف المستوطنين والجنود الإسرائيليين، بل إن الانتفاضة وصلت إلى داخل مناطق 48، ما خلق حالة رعب وهلع شديدة أحرجت الحكومة الإسرائيلية. كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن 15 جنديا أقدموا في العام المنصرم على الانتحار، وهي نسبة تعتبر مشابهة لعدد المنتحرين في عام 2014، فيما وصل عدد الجنود المنتحرين سنة 2013 7 جنود. نتابع. كشف الجيش الإسرائيلي رسميا أن 15 جنديا أقدموا في العام الماضي على الانتحار، وهي نسبة مشابهة لعدد المنتحرين في العام الذي سبقه،
وتضاعف عدد الجنود المنتحرين في 2013 حيث بلغ عددهم آنذاك 7 جنود. وأشارت صاحبتها أرتس أن 10 جنود من المنتحرين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية، وثلاثة منهم من أصل إثيوبي. وهذا الرقم أيضا يدل على ارتفاع بارز في عدد الجنود الإثيوبيين الذين يقدمون على الانتحار، حيث انتحر في 2014 جندي إثيوبي واحد. وأما الجنود 5 الآخرون فهم 4 من رجال الخدمة الدائمة في الجيش وجندي من الاحتياط. وأضاف قسم الصحة النفسية في الجيش أن معطيات العقد الأخير تعتبر منخفضة قياسا بالعقود السابقة، ويعز هذا الانخفاض إلى التغييرات التي طرأت على سياسة توزيع الأسلحة والإرشاد الذي أجري للجنود في سبيل كشف ضوائق رفاقهم وكذلك اتساع الوعي. وقام الجيش بإعداد خطة جديدة لتقليص عمليات الانتحار، يجري من خلالها التركيز على نقل المعلومات من قواعد التدريب إلى قادة الجنود في الوحدات العسكرية، وكذلك من وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية إلى الجيش. ويقوم قسم القوى البشرية بتعقب سلوكيات الجنود على الشبكة العنكبوتية في كل ما يرتبط بالضغوط الاجتماعية التي يمكنها التأثير على حياتهم ومعنوياتهم التي تؤثر على الروح القتالية والمعنوية للجيش بشكل عام. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الوزير الأول الموريتاني يدعو إلى إحياء المؤسسة الوقفية وجعلها إحدى روافد الخطط التنموية من أجل تحقيق نهضة شاملة في البلاد. وزير النفط والطاقة والمعادن يقول إن شركة سنين مطالبة بوضع رؤية واضحة للتقليل من حجم الخسائر جراء الأزمة التي تعاني منها. قل أحمد الوقف يقول إن تحقيق الاقتصاد الموريتاني لتحقيق الاقتصاد الموريتاني آفاقا واعدة مرهون بتحرير الطاقات وتحقيق استقرار سياسي في البلاد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.